هذه الآية الثالثة والعشرون من سورة البقرة. طبعا هذه الآية حجة الشيطان، هذه الآية حجة الشيطان عندما نفخ في الناس سرية الإعجاز والتعجيز والمعجزة والتحدي والخوارق من هنا تأتي هذه، ولبسها على الناس. ولم يكتف المسلمون بنبيهم، ولم يكتفوا بأصحاب نبيهم، ولم يكتفوا بابن عباس وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم أجمعون، ولا واحد من هذول قال إنه هذه الآية دليل على التحدي والخوارق والإعجاز والمعجزات. وطبعا احنا هذه لن نفصل فيها اكثر مما في موقعنا فصلنا فيها، فمن كان يسمع هذا الدرس فرابه شيء فليرجع الى الدرس، انما سنمر عليها اصولا، انما تفصيلها في رسالة ابطال الاعجاز والتعجيز في الموقع، وما ذكرناه في دروسنا المسجلة صوتا. انما يكفي ان نعلم انهم قالوا ان هذه الآية يعني سدلوا بها على تحدي الله لخلقه. وطبعا احنا من حقنا ان نسألهم عمن يؤخذ علم القرآن، فعلى الناس جميعا ان يقولوا عن نبينا وعن اصحابه. قولوا لهم فهل سمعتم عن نبينا واصحابه انهم رأوا في هذه الآية انها تحد وانها تعجيز؟ فان قالوا لا، فقلنا لهم فما فرق بينكم وبين الرافضة الذين اتوا بدينهم من قبل انفسهم؟ ما هيك انت بتقول، مرة بتقول انه ابن عباس رضي الله عنه اعلم الامة بالكتاب وابن مسعود، فهل قالوا مثلكم بالتحدي والاعجاز؟ قالوا لا. فبالتالي دينكم هذا وقولكم هذا مظنون، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. انما قلنا لهم لما وجهنا هاي ان الله قال، ما قال يعني هم كما يظنون، ان الله قال وانزلنا هذا الكتاب فأتوا بمثله، ما قال، قال ان كنتم في ريب. فالآية معلقة مشروطة انه قال ان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. طيب يا ربنا فان لم نكن في ريب مما تقول؟ فبالتالي اصل القرآن انه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الاصل. ليه؟ حتى يهدي الناس. وقلنا انه لا تستطيع ان تهديني بشيء فيه ريب. وضربنا لها مثلا انه لو رأيت شواخص في السبيل، الشواخص لهم بيسموها اشارات المرور، وانت في 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 طريق وعرة مظلمة، ثم رأيت شاخصة وانت خائف يعني تذهب يمينا او يسارا، والشاخصة عتيقة مغبرة معوجة، لاحظ يعني لا تستطيع ان تتبين على اي وجهة تشير، هل هذه تصلح ان تهديك؟ فلا تكون هداية حتى تخلو من الظن والشبهة والشائبة والريب. مش ممكن اتبعها يعني اذا كانت السبيل يمينا او يسارا، وهذه لا هي يمين ولا هي يسار، ولا هي اسود ولا هي ابيض، يا اخي على اي سبيل تشير؟ فالقرآن كما قال تبارك اسمه مفصل، انه لقول فصل، لانه ممكن يهديك وهو مش مفصل، ولا لا يا اخواننا؟ ولا يمكن ان يهديك وفيه شيء من الريب وفيه شيء من الشك. فاول ما بدأ الكتاب قال ذلك الكتاب لا ريب، لانه مش ممكن ان يكون هداية وفيه ريب، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه ليه؟ هدى. واضح؟ فقال هذا عموم الكتاب. هلا فسيأتي ناس في قلبهم مرض كثروا ام قلوا فسيرتابوا. ليه؟ من لان الكتاب فيه ريبة ام لان قلوبهم فيها ريبة؟ انهم هم فطروا في قلوبهم مرض. يعني لما قال الله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون واما الذين كفروا. الا في سورة المدثر قال ويقول الذين في قلوبهم مرض، فمن العلة في الكتاب ولا في اللي قلوبهم مرض؟ في اخر التوبة، في اخر صفحة في التوبة ماذا قال الله؟ قال واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. لان وين المشكلة؟ في الكتاب ولا فيهم؟ الله قال قل هو اعجمي وعربي، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ما وين العلة؟ لانه هو ضال،
واضح يا اخوانا؟ فقال الله للكافرين ان كنتم في ريب، شرط، انما لو خلى الريب بالتالي لا يطالبون بشيء، لانه الكتاب ما نزل لشيء من هذا، هو مرتاب. فقال الله انه ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لاحظ الله ما قال ان كنتم في ريب مما نزلنا، لانه حقيقة احنا ما كنا في الارض فنزل علينا كتاب، هو نزل على عبد اللي هو مين؟ عليه الصلاة والسلام، او هو موسى او هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فنزل على محمد فكلمنا محمد برسالة، انما انا وياك ما كنا قاعدين فنزل علينا كتاب من السماء فقلنا من اين هذا الكتاب. فقال الله ان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، ليه؟ لان لو كنت انا وياك يا اخي جالس فانشقت السماء فانارت فانفتح بابها فتدلى كتاب، مش راح ارتاب انا ولا لا شيء، لانه لو نزل عليك الكتاب مش راح ترتاب، ولو نزل عليك الكتاب لن ترتاب، لانه نزل على عبد غيرك، فجاء هذا العبد فكلمك، انت في مين ارتبت شيء؟ انت ارتبت في العبد. ليه؟ لانه بيقول لك انه نزل علي وما رأيته وهو ينزل علي، فاصل الريبة انه كلمك بشر، وهم كانوا يقولوا بشر يهدوننا، بشرا منا واحدا نتبعه، فهو هذه كانت العلة. انما لو انشقت السماء عن كتاب على جناح جبريل وقال لك جبريل انت رسول الله انت سترتاب، خلص سيلقى عليك الكتاب ثم يثبت قلبك وسينتهي. مين اللي سيرتاب؟ اول من ستحدثهم برسالة، لانهم ما رأوا من هذا شيئا، واضح اخوانا؟ فقال مما نزلنا على عبد، لان العلة كما قلت لك انه جاء على عبد بشر فكلمهم البشر، هذا اللي اشكل على الناس، مما نزلنا على عبدنا. فأتوا بسورة من مثله. الآن أنا سأسارع حتى أبين للي يعني تقبلوا الإعجاز أنه كانوا مخطئين، وأنه الآية ليست بتحد، أن الله قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم قادرين. هم أربع آيات يا شيخ، اللي في البقرة وفي هود وفي يونس وفي الطور، ها كلها إن كنتم صادقين، فلو كان على التحدي والقدرات لكانت إن كنتم قادرين، ها إنما واضح إنه بدأوا بدعوى كذب، فحتى يثبت الله أن دعواهم كذب أن محمدا أتى بالكتاب من عند نفسه، ها فقال إن كنتم صادقين، فأول ما تقول إذا كنت صادق يبقى إيش الموضوع؟ فما بينهم وبين ربهم دعوى الكذب، فالله الآن يبين دعواهم بالكذب، ولا في مجال لا لتحدي ولا لغيره.